ويسألني الصديق وقد أثار نبوغ الغربي في فن الإدارة، فقلت له الإدارة يا صديقي هي الستر الذي خلف الحضارة، هي الشورى كتاب الله أجلى فوائدها فنعم الاستشارة، هي الرجل المناسب تصطفيه إذا ما أنت أحسنت اختياره، هي التقدير للأفراد يعطى على حسب الكفاءة والجدارة. هل كل مشكلة في المؤسسات والدوائر والشركات والمستشفيات سببها الإدارة؟ الإدارة الذاتية وكيفية استثمار الوقت عنوان الحلقة القادمة من برنامج في دارنا ضيف مع المهندس السيد عادل بن علوي بن أحمد الكاف، مدير مكتب الإدارة الاستراتيجية والمشاريع بمؤسسة طابة، وحاصل على شهادات مهنية من جمعيات عالمية. فانتظرونا. يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية.